أبو ريان بأخذ معك إضافة لأرقام الجولة الإحصائية حتى الجولة 28، تتكلم على العين الأضعف دفاع 59 هدف، الشباب الأقوى هجوم 60 هدف، ويأتي بعد الهلال أقوى هجوم 56، ومن ثم النصر ب 51 هدف. في الأضعف دفاع قلنا العين والوحدة 56 هدف والفتح 53. شوف الأضعف دفاع من بدأ الموسم، وواضح أن العين عنده مشكلة كبيرة بخط الدفاع. يمكن العين كنا يعني نقول عنه يقدم يعني مستويات جميلة جدا ومستوى فني رائع، لكنه عنده مشكلة كبيرة، عنده مشكلة في خط الدفاع. فلذلك هم تغييرهم المدرب، حتى المدرب الأول اللي غيره ما كان المشكلة بالجهاز الفني بقدر المشكلة أنها كانت في خط التنظيم الدفاعي الموجود في نادي العين ما كان كويس، وحتى المحور على المستوى المحور والساتر الدفاعي ما كان كويس. فأنا أعتقد أي نادي عنده مشكلة يعني تركيبة الدفاع ما هي كويسة أو الساتر الدفاعي ما هو جيد، بالتأكيد حيكون يعني حيلقي بظلاله على كمية الأهداف اللي ترج مرمى. لكن لو حنا جينا في نفس الوقت للفتح، الفتح قوة هجومية وضعف دفاعي، فالهجوم دائما على حساب الدفاع دائما. مدرب الفتح يقول أنا أحب اللعب المفتوح، واضح تكتيكه واضح منهجيته، لكن في العين لا، في ضعف دفاعي ما في قوة هجومية، فهنا المشكلة الكبيرة. حتى كالتيرون لما كان مع التعاون كان يعتمد على القوة الدفاعية وتقفيل المناطق، لكن ما كان فيه تسجيل هجومي. لكن لما الفريق يكون عنده مشكلة دفاعية ومشكلة هجومية، أنا أعتقد هنا هذا يمكن يكون من أبرز أسباب هبوط نادي العين. هذا جانب. الجانب الآخر بالنسبة للتهديف، ما في شك أن أفضل المهاجمين الموجودين في في في, في الدوري السعودي هم حمد الله وقميز زين، ونادي الشباب عنده كذا جوانكا، عنده كذا 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 لاعب صحيح. عنده بنيقة، عنده يعني كذا لاعب حقيقة مميز، متى ما كان نادي الشباب بيومه. ونشوف نادي الشباب عنده شيء جميل جدا، التنويع بالتهديف. ترى السنة هذه بالذات والموسم ذا بالذات في تنوع في التهديف، يعني ما هم بالهدافين الوحيدين اللي يسجلون، لا، تجد التسجيل يجي من لعبة الوسط احيانا صحيح. يجي من لعبة الاطراف، يجي من لعبة المهاجمين، يعني في تنوع احيانا من مدافعين في الكرة. انا اتذكر حتى مدرب التعاون الحالي يعني طلب من اللاعبين ان اللي يجيب، يعني احنا شاهدنا يمكن يعني لقطه وهو يعطيه احمد عسيري $1,000، فكان عنده مبدا انه يعني او مقطع مبدا ان اللي يجيب هدف بالراس له $1,000 يعطيه أو المدرب من عنده هو. من إعجابه أن أحيانا اللعبات الهوائية إذا ما استفيد منه من كثر الكرات الثابتة ما حقيقي، يعني أنا خسران والله. لحق عليها ماجد عبد الله ذي بيطلع كل مباراة $5,000 $5,000 $3,000. فأنا أقول أنا بوريك أن المدربين أنه حتى استغلال الكرات الثابتة يعني في منهجية عندهم بهذا الأمر. فأنا أقول أن الأندية حقيقة يعني الأندية اللي أكثر يعني تهديف هي الأندية حقيقة اللي عندها تنوع في التهديف، والأندية اللي أكثر ولوج أهداف فيها كان هذا الموضوع بعض الأندية على حساب الهجوم، وبعض الأندية حقيقة كانت سوء من أمور فنية داخل الفريق.